كمان صحيفة لا بروفونس الفرنسية كتبت أو وصفت كمان حارس مرماها هوجو لوريس بالملاك الطائر، وقالت الصحيفة أن أمال الديوك بتتعلق بحارس مرماها حارس توتنهام الإنجليزي وخبراته في 103 مباراة دولية وارتدى فيها طبعا شارة القيادة 79 مرة لحد دلوقتي. هوجو لوريس طبعا من ابرز حراس مرمى البطوله حتى الان، وقدم اداء رائع جدا مع منتخب فرنسا وقادهم للفوز في ماتشات كتيره، وكان هو عامل مؤثر كبير جدا في منتخب فرنسا. زي ما انت قلتي عنده خبرات كبيره اكتر من 100 مباراه دوليه مع المنتخب الفرنسي، منهم حوالي 80 مباراه كان بيرتدي شاره القياده، وكمان كان مقدم موسم رائع جدا في الدوري الانجليزي مع فريق توتنهام هوتسبير. فاعتقد هو بيكمل فعلا المستوى المميز اللي ظهر بيه من بدايه الموسم مع توتنهام وحتى كاس العالم مع المنتخب الفرنسي. نشوف بقى معاك تاريخ مواجهات كرواتيا وفرنسا مع بعض. ده طبعا كان قبل نهائي مونديال 2018 السنة 98، مونديال 98 فرنسا وكرواتيا، المباراة انتهت لصالح فرنسا بهدفين لهدف واحد. في سنة 99 كان في مباراة ودية انتهت لصالح فرنسا بثلاث أهداف للا شيء. في سنة 2000 كان في برضو مباراة ودية كانت ما بين فرنسا وكرواتيا وانتهت لصالح ديوك بهدفين. في أمم أوروبا 2004 فرنسا برضو تعادلت مع كرواتيا بهدفين لكل فريق. 2011 في مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي ما بين فرنسا وكرواتيا. واضح طبعا شيما من الارقام ان في تفوق كبير للمنتخب الفرنسي على منتخب كرواتيا، يمكن حتى الان 5 مواجهات ما بين رسميه وديه، 3 فوز لصالح منتخب فرنسا ومباراتين انتهوا بالتعادل، ما فيش ولا فوز لمنتخب كرواتيا على فرنسا حتى الان.